بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنحل بوكلت رقم 14 على الباب الثاني التحليل الكيميائي الدرس الرابع اللي هو التحليل الكم الحجمي من كتاب الوافي مراجعة نهائية 2021. أول سؤال معنا بيقول الشكل الذي أمامك يوضح جزء من سحاحة بها حمض الهيدروكلوريك تركيزه 2/10، يبقى اللي قدامكم ده حمض الهيدروكلوريك، وزي ما انتم شايفين السحاحة مظبوطة عند العلامة ايه؟ صفر. ما الشكل النهائي للسحاحة عند إتمام عملية المعايرة مع 20 ملي من محلول هيدروكسيد الكالسيوم وجايب لي تركيزه؟ يعني لو أنا حطيت في الدورق المخروطي تحت 20 ملي من هيدروكسيد الكالسيوم تركيزه 1/10، هيحصل التعادل لما الحجم ده يقل لحد كام؟ عايز أعرف حجم الحمض اللي هينزل قد إيه؟ إحنا اتفقنا إن عشان نعمل عملية المعايرة لازم أكتب المعادلة الموزونة، حمض الهيدروكلوريك هيتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم CaOH الكل اتنين، يلا هيدينا CaCl2 زائد H2O. ما ينفعش اشتغل على اي معادلة في حسابات كيميائية الا لما تكون موزونة. عشان نوزن المعادلة هنحط هنا اتنين وهنا اتنين، وهعوض تعويض مباشر مفيش فيه اي مشاكل. هنستخدم MaVa على Na يساوي MbVb على NB. تركيز الحمض عندي في المسألة 2/10، يبقى 2/10 في حجم الحمض اللي أنا عايزه على NA اللي هو وزن الحمض في المعادلة اللي هو 2، يساوي تركيز القاعدة جايبه لي 1/10 اللي هو أهو هيدروكسيد الكالسيوم، أضربها في كم؟ في 20، وأقسمها على كم؟ على 1 اللي هو وزن هيدروكسيد الكالسيوم في المعادلة، وأطلع الـ VA. الـ VA لو عملته طرفين في وسطين هيطلع معاكو 20 ملي. أشوف السحاحة اللي حجم الحمض فيها نزل لحد كام؟ 20، يعني استهلك 20 ملي من الحمض، هنلاقيها الإجابة باء. الإجابة ألف موجود هنا 10 ملي بس، هنا في الإجابة جيم 30 ملي، هنا 40 ملي، هي طالعة معايا كام؟ 20 ملي، يبقى أختار الإجابة باء. السؤال رقم 2 بيقول لي أي من الشروط التالية لابد أن تتوفر في المحلول القياسي؟ لازم يكون محلول حمضي ويوضع في السحاحة. طيب يوضع في السحاحة ماشي، لكن محلول حمضي مش شرط، ممكن يكون حمضي وممكن يكون ايه؟ قاعدي. مش شرط يكون حمضي بس او قاعدي بس، على حسب انا هعمل معايرة مع ايه. يعني انا هعمل معايرة الحمضي باستخدم محلول قياس القاعدة، هعمل معايرة القاعدة هستخدم محلول قياس الحمض، تمام؟ يبقى مش شرط يكون حمضي بس او قاعدي بس، تمام؟ الإجابة جيم بيقول لي محلول يغير لون الأزرق البروموثيمول إلى اللون الأخضر الفاتح. لا مش شرط، مش شرط المحلول القياسي يغير لي اللون عند الوسط الحمضي بس أو القاعدي بس أو المتعادل بس، تمام؟ لكن أصلا تعريف المحلول القياسي إيه؟ هو محلول معلوم تركيزه بدقة من مادة ما، ويكون يقدر يتفاعل بسهولة مع المادة اللي أنا هعمل لها معايرة، يبقى هي الإجابة إيه؟ دال. وزي ما انتوا شايفين في كتاب المدرسة، ويعرف المحلول معلوم التركيز بالمحلول الايه؟ القياسي. وهنا مكتوب لو كانت المادة اللي هعمل لها تقدير دي حامض هستخدم في المعايرة محلول قياس الايه؟ القلوي او قاعدة زي هيدروكسيد الصوديوم او كربونات الصوديوم، ولو كان المادة اللي انا هعمل لها تقدير للتركيز بتاعها دي لها خصائص قاعدية هستخدم محلول قياس الايه؟ لحمض. السؤال رقم 3 بيقول لي قام احد الطلاب بتحضير محلول مائي من الميثانول كثافته بالرقم ده جرام على ملي عند درجة حرارة 25، ما حجم المحلول الذي يحتوي على 30 جرام من الميثانول النقي؟ طيب هو جايب لي الميثانول وجايب لي كتلته وكثافته وطالب الحجم. قانون سهل جدا وانتوا عارفينه من الاعدادي تقريبا، اللي هو الكثافة تساوي ايه؟ الكتلة على الحجم. الكثافة عندي كم؟ 0.79149 تساوي الكتلة موجودة اللي هي 30 جرام، الحجم بقى هو اللي عايزه، يبقى هو عايز مين؟ عايز الحجم. يبقى اقسم ال 30 على كم؟ على الرقم بتاع الكثافة ده، نحسبها بالآلة الحاسبة ونشوف طلعت كم؟ هتطلع الإجابة دال 37.9. السؤال رقم 4 بيقول لي من المعادلة التالية وجايب لي معادلة بين حمض القاعدة حمض الفوسفوريك وهيدروكسيد الباريوم، بيقول لي ما حجم 5/100 مولر من حمض الفوسفوريك؟ يبقى هو عايز الـ VA اللي هو حجم الحمض مجهول، وجايب لي الـ MA معلوم،
الذي يحتاج لمعايرة 25 ملي من هيدروكسيد البريوم، يبقى حجم القاعدة معلوم وتركيز القاعدة معلوم، يبقى كل حاجة موجودة ما عدا الـ VA. أطبق على طول القانون لأن أنا معايا المعادلة الموزونة، يبقى MA VA على NA يساوي MB VB على NB، وأبدأ أشتغل. تركيز الحمض 5 من 100، حجم الحمض ده المطلوب على عدد مولات الحمض في المعادلة كم؟ 2، يبقى 2 يساوي تركيز القاعدة 15 من 100، حجم القاعدة 25 ملي، عدد مولات القاعدة في المعادلة 3، واعمل طرفين في وسطين واحسب الـ VA اللي هو حجم حمض الفوسفوريك، طلعت معايا 50 ملي. السؤال رقم 5 بيقول لي عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم وجايب لي حجمه وتركيزه. طيب ما انا عارف ان عدد المولات يساوي التركيز بالمولارية في الحجم باللتر، تمام. ام دي اللي هي مولارية، في ال اللي هو الحجم باللتر، التركيز بالمولارية كم؟ 2 من 10. في الحجم باللتر هنا جايب لي 25 ملي، يبقى هضربها في 10 اس سالب كم؟ 3 عشان احولها اللتر، واحسبها طلعت معايا 5 × 10^3 مول، يبقى الاجابة الف. طيب طالب يسألني يقول لي في المسألة اللي فاتت انت محلتش الحجم باللتر، كتبته بالملي لان الطرفين فيهم في، يعني لما الطرف يكون ده فيه في والطرف التاني فيه في عادي، مش شرط ان انت تحولهم باللتر، يعني لو حولتهم صح، لو ما حولتهمش صح هيطلع معاك في الاخر نفس الاجابة. اما المسألة دي اللي هي تحت اللي هي رقم 5 ديت، طرف واحد بس اللي فيه في، لازم يكون هنا الحجم باللتر. السؤال رقم 6، حمض ثنائي القاعدية تمت معايرته بواسطة هيدروكسيد الصوديوم، فإن قانون المعايرة الصحيح يكون، هات حمض ثنائي القاعدية، اكتب أي حاجة H2A مثلا، أو لو أنت عارف أي حمض زي مثلا H2SO4، فعله مع هيدروكسيد الصوديوم زي ما هو بيقول، تمام؟ واكتب الإجابة Na2SO4 مع H2O، قلنا ما ينفعش نشتغل على أي معادلة غير لما تكون موزونة، نوزن المعادلة نحط هنا 2 وهنا 2، يبقى لما اجي اشتغل بالقانون هشتغل بقانون ايه؟ MA VA على NA اللي هو عدد مولات الحمض في المعادلة 1 يساوي MB VB على كم؟ على 2 اللي هو عدد مولات القاعدة في المعادلة. طيب ادور على الاجابة هنا لقيته مش ظابطة، هو عاملهم طرفين في وسطين، يلا نعملهم احنا كمان طرفين في وسطين، يبقى الواحد هيتضرب في MB VB والاثنين هتتضرب في مين؟ في MA VA، يبقى 2 MA VA يساوي MB VB، وادور على الكلام ده موجود فين في الاجابات، هلاقيه موجود في الاجابة جيم. طب خلي بالكم من الاجابة بقى لانه ضرب ال MA في ال VB، خلي بالكم من دي، هي MA VA وهنا MB VB. السؤال رقم 7 بيقول لي احسب النسبة المئوية الكتلية للنيتروجين في كربونات الامونيوم. احنا عارفين النسبة المئوية لأي عنصر هي كتلة العنصر في 100 على الكتلة الكلية، يبقى هنحسبها هنا بالكتل الذرية لأنه هو جايب لي 1 مول من المركب. يلا أنا عايز النسبة المئوية للنيتروجين، كم نيتروجين في المركب هنا؟ ألاقي هنا 1 مضروبة في القوس ده ب2، يبقى 2 نيتروجين، والنيتروجين عندي كتلته كم؟ 14، يبقى كتلة النيتروجين 2 × 14. أضرب كتلة المادة اللي أنا عايز أحسب لها النسبة المئوية دي، أضربها في 100 وأقسمها على كتلة المركب كله. يلا في كم نيتروجين في المركب كله؟ 2، يبقى 2 × 14، زائد في كم هيدروجين؟ 2 × 4 = 8، يبقى 8 × 1 اللي هو كتلة الهيدروجين اهو جايبها لي هنا اهو، زائد كم كربونة؟ 1، يبقى 1 × 12 اللي هو كأني بحسب الكتلة المولية، زائد كم O؟ 3، يبقى 3 × 16 اهو، وتحسبوها بالآلة الحاسبة ونشوف هتطلع كم في المية. طلعت معايا 29.16%، يبقى الإجابة هتكون جيم. السؤال رقم 8، ما تركيز أيون النترات؟ خلي بالكوا عايز تركيز الأيون مش المركب كله، في 425 ملي من محلول يحتوي على 32 جرام من نترات المغنيسيوم، يعني عايز تركيز النيترات اللي جوه نيترات المغنيسيوم، تمام كده؟ وجايب لي الكتلة الجزيئية ب 148.3. طيب أنا لو قدرت أحسب تركيز المادة كلها
هقدر أطلع تركيز المغنيسيوم اللي فيها وتركيز النيترات بطريقة سهلة جدا. طيب تعالوا نحسب التركيز. التركيز هو عدد المولات على الحجم باللتر. طيب هو جايب لي هنا كتلة، يبقى ممكن أقسم الكتلة على الكتلة المولية عشان أطلع عدد المولات، أو تريح دماغك وتشتغل بالقانون ده، MS اللي هو ماس اللي هي الكتلة بالجرام تساوي التركيز بالمولارية في الحجم باللتر في الكتلة المولية. يلا هنا كم جرام؟ 32 جرام، يبقى الـ MS 32. التركيز بتاع المحلول كله M، معرفوش. الحجم باللتر خلي بالك جايبهولك هنا بالملي، اقسمه على 1000 يبقى 425 من 1000 في MWT اللي هي 148 و3 من 10 اللي هي الكتلة المولية للمركب ده، وطلع التركيز. التركيز اللي انا طلعته ده يا شباب بتاع الـ MgNO3/2 اللي هو المركب كله، تمام، اللي هو تركيز المحلول نفسه، طلع معايا 0.5077 مول على اللتر او مولر. طيب دلوقتي بالراحة كده، انا طلعت تركيز المحلول كله، انا عايز تركيز ايون النيترات اللي جواه. اقول له طيب هو الـ MgNO3/2 لو اتفككت هتطلع لي Mg موجب 2 و2 ايون نيترات، صح ولا لا؟ يبقى لو انا افترضت ان ده هو اكس، يبقى ده هيطلع لي مول واحد اهو، يبقى اكس برضو. طب هنا طلع كام مول؟ طلع 2 مول، يبقى 2 اكس. يبقى لو طلبت منك تركيز ايون المغنيسيوم هيبقى نفس تركيز المحلول كله. طب لو طلبت منك تركيز ايون النيترات زي ما هو طالب في السؤال، هضرب تركيز المحلول كله في 2 لان هو يعادل 2 اكس، يبقى اضرب 2 في الرقم ده، يعني 2 في 0.5077، والناتج اللي يطلع هو ده تركيز ايون الايه؟ النيترات. نضرب في 2 يساوي 1.015، يبقى الاجابه د. السؤال رقم 9 بيقول لي عند خلط حجوم متساويه من محلولي HCl 5 من 10 مولر و NaOH 5 من 10 مولر، إيه اللي هيطلع؟ محلول حمضي ولا قاعدي ولا متردد ولا متعادل؟ قبل أي حاجة لازم يكون معاك المعادلة HCl مع NaOH يدلنا NaCl و H2O، هلاقي المعادلة موزونة، تمام. اوعى تساويهم ببعض، خلي MaVa على Na لوحدها و MbVb على Nb لوحدها، يعني احسب الـ Ma طالما سألني هل المحلول ده حمضي ولا قاعدي ولا متعادل، احسب كل واحدة لوحدها، تمام اهو. يلا تركيز الحمض هو جايبهولي 5 من 10 في حجمه، هو بيقول لي الاتنين حجوم متساوية، افترض اي رقم للاتنين، 1 مثلا على وزن الايه الحمض في المعادلة 1، يبقى طلعت 5 من 10. طيب وهنا 5 من 10 في قلنا الحجم متساوي 1 مثلا على وزن القاعدة في المعادلة 1، طلعت كام؟ 5 من 10. لو الرقمين دول طلعوا بيساووا بعض يبقى متعادل زي ما طلع معانا كده. لو بتاعة الحمض هي اللي طلعت الأكتر يبقى المحلول حامضي، لو بتاعة القاعدة هي اللي طلعت الرقم الأكبر يبقى هو إيه؟ قاعدي. السؤال رقم 10، مخلوط من هيدروكسيد الصوديوم وكبريتات الصوديوم. أول ما أشوف كلمة مخلوط ويجيب لي مادتين يبقى أعرف إن هي عينة غير نقية، واحدة فيهم هتتفاعل والتانية لأ، تمام. كتلتها 1 جرام، الواحد جرام دي ما ينفعش استخدمها في الحسابات لأن في واحدة منهم بس اللي هتتفاعل والتانية مش هتتفاعل، فهنعتبرها كأنها إيه؟ شوائب. هيحصل تفاعل أو تعادل مع 20 ملي من حمض الكبريتيك 2 من 10 مول على اللتر، جايب لي التركيز أهو، طالب النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم في العينة دي. طيب تمام، هو دلوقتي أنا عندي حمض الكبريتيك، هل هيتفاعل مع كبريتات صوديوم؟ لا، يبقى كبريتات مع كبريتيك دي مش هتتفاعل، يبقى هي دي الشوائب. مين اللي هيتفاعل؟ هيدروكسيد الصوديوم هو اللي هيتفاعل، يبقى أكتب المعادلة NaOH زائد H2SO4، تمام. هيدينا إيه؟ هيدينا Na2SO4 مع H2O، موجب الأول مع سالب الثاني وموجب الثاني مع سالب الأول. اوزن المعادلة بتاعتك، هنا 2 وهنا 2، تمام. انت طالب مني ايه؟ طالب مني النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم،
يبقى حاول تفكر كده، لو أنا قدرت أحصل على الكتلة بتاعة هيدروكسيد الصوديوم اللي هي اتفعلت، هضربها في 100 وهقسمها على الكتلة الكلية اللي هي الواحد دي، وأعرف النسبة المئوية ليها كام في المية. يبقى حاول تتصرف وتطلع لي كتلة مين؟ كتلة هيدروكسيد الصوديوم. طب ما أنا لازم يكون عندي حاجة معلومة أقارن بيها، ما هو جايب لك التركيز والحجم الحمض الكبريتيك. هو أنا لو ضربت التركيز في الحجم يطلع لي إيه؟ عدد المولات. يعني ممكن أقول 2 من 10 اللي هي تركيز بتاع حمض الكبريتيك أضربه في 20 مللي دي في 10 أس سالب 3 عشان أحولها اللتر. الرقم اللي قدامكم ده مول. أنا كده كل اللي عملته إن أنا جبت عدد مولات حمض الكبريتيك، يبقى مول فوقها إيه؟ مول، وجرام فوقها إيه؟ جرام. طيب هنا كم مول؟ هنا 1 مول من حمض الكبريتيك، وهنا كم مول؟ 2 مول. ال2 مول كم جرام؟ هنحسب ال NA مع ال O مع ال H واضربها في 2 عشان احسب الكتلة المولية واضربها في 2. الكتلة المولية لل NA O H احسبوها تطلع 40. 40 في 2 بكام؟ ب80. يبقى انا دلوقتي عندي ده 80 جرام. كده اقدر احصل على هيدروكسيد الصوديوم ككتلة نقية اللي اتفعلت حقيقي مع الايه؟ مع حمض الكبريتيك. طلعت معايا يا شباب على الآلة الحاسبة الكتلة اللي اتفعلت 32 من 100 جرام هيدروكسيد صوديوم. خلي بالكوا احنا كنا حاطين قد ايه؟ 1 جرام، جزء منهم هيدروكسيد صوديوم وجزء منهم كبريتات ايه؟ صوديوم. انا كده عرفت هيدروكسيد الصوديوم اللي اتفعل قد ايه؟ 32 من 100 جرام. كده بقى بسهولة جدا اقدر اطلع النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم في العينة. اعمل ايه؟ الكتلة النقية اللي هي 32 من 100 دي اضربها في 100 واقسمها على الكتلة الكلية اللي عندي اللي هي 1 ايه؟ 1 جرام. هتطلع معايا 32 ايه؟ في 100. يبقى اكيد الاجابة جيم. كده البوكلت ده خلص يا شباب. بالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله.